الرحيم. اليوم بنكمل في كالكولس سيكشن 2.5 كونتينيوتي يعني الاتصال. من معلوماتنا السابقة توجيهي أو ما قبله بنعرف شرط اقتران يكون متصل عند نقطة. يعني احنا بنحكي كونتينيوتي ان جنرال، لكن كل الكونتينيوتي، الموضوع الكونتينيوتي بيتم دراسته عن طريق معرفة كيفية الحكم على اتصال اقتران عند نقطة. إذا كان اقتران متصل عند نقطة وعرفت كيف أبحث اتصال اقتران عند نقطة، سهل علي أبحث اتصاله على فترة أو على مجموعة من القيم. تمام؟ يعني لو عرفت أنا مثلا كيف الاقتران متصل عند نقطة وقال لي اثبت انه متصل عند على ح اللي هي الار، بروح بفرض انه ايه عدد حقيقي. الايه ايش تطلع؟ عدد حقيقي، يعني تمثل اي عدد حقيقي. فبروح بأطبق المعلومات اللي اخذتها على اتصال عند نقطة على الايه، بشوف هل اقتران معرف عند الايه ولا لا، هل اقتران له نهاية عند الاي ولا ملوش، هل قيمة الاقتران عند الاي بتساوي نهايته عند الاي. إذا ثبت أن الكلام هذا صحيح، إذا الاقتران متصل على اي، ولكن اي تمثل إيش؟ أي عدد حقيقي. ما دام متصل عند اي إذن هو متصل عند كل عدد حقيقي، إذن هو متصل على ار. هذا الكلام مش مكتوب عندنا، يعني درسناه زمان في توجيه في الثانوية. كان يعرف الطالب الاقتران اتصال اقتران عند نقطة واتصاله على فترة، لكن هذا مش مذكور هذا الكلام. احنا للعلم حكينا الكلمتين هذول، فاحنا الان في سيكشن اللي هي الكونتينيوتي اللي هو الاتصال، ونبدأ اللي هي الاتصال عند نقطة، continuity at a point. دائما في العناوين، يعني التعويض التعريف وحروف الجر عادة ما بكتبوهنش capital، الwords يعني الكلمات، بس عموما هم اللي بكتبوها. definitions، في عندنا بعض التعريفات. طيب، لا مانع لو احنا بدنا نذكر بالعربي لما اخذنا انه كنا نقول يقال أن الاقتران نقول صاد تساوي قاف سين، متصل عند سين بتساوي ألف. يقال أن الاقتران متصل، مظبوط؟ خبر أن مظبوط متصلون، بتيجي ولا بتجيش؟ يقال ان الاقتران مش مفروض اسم ان متصل، صح؟ اوكي، ولا نحط لها، يعني كان لو انها متصله كان حطيناها الان هذه. يقال الاقتران متصل عند س تساوي الف اذا وفقط اذا تحققت الشروط الثلاثه التاليه معا. لو اختل اي شرط ببطل الاقتران متصل عند ألف فقط. أنا بحكي اتصال عند نقطة at a point. كنا نقول أول حاجة قاف سين معرف عند سين بتساوي ألف. إيش يعني؟ أي أن قاف الألف هو عدد حقيقي، هاي معناته معرف. لما عوض عن سين بالعدد ألف يطلع لي عدد حقيقي. اثنين، نهاية قاف السين لما سين تقول لألف موجودة. ثالث حاجة بدي امسح مجرد ما اخلص، خليه كله عربي، بدي امسحه على طول من غير ما حدش يكتب، كله بالانجليزي ما فيش مشكلة. الحق علي المفروض كتبته بالانجليزي. ثلاثة، إذا كانت نهاية قاف السين لما سين تقول لألف تساوي قاف الألف، يعني ناتج الشرط الأول
يساوي ناتج الشرط الثاني، بقول هاي ثلاث شروط، بكون الاقتران متصل عند ألف. إذا اختل أي شرط من الشروط الثلاثة بطل الاقتران متصل، تمام؟ طيب، ضروري تكون الألف تنتمي إلى مجال الاقتران، ضروري تكون الألف تنتمي إلى مجال الاقتران. إذا كانت ألف لا تنتمي إلى مجال الاقتران يبقى أكيد غير معرف عندها، يبقى من أولها إحنا اختل الشرط الأول خلاص بطل متصل، تمام؟ وبالتالي أنا ببحث الاتصال على نقطة من نقط المجال تبعته، إذا نقطة خارج المجال غير معرف وبالتالي غير متصل، ما فيش اقتران، تمام؟ الكلام هذا نفسه مكتوب عندي بالإنجليزي. نأخذ مثال ونطبق عليه. طبعا هذا ترجمت لكم أنا الكلام نفسه الديفينيشنز، هذا المكتوبة هنا اللي قلناها بالعربي، نطبق على هذا الكلام. مثلا لو أجا قال لي الاقتران F of X تساوي جذر X عند X بتساوي سالب واحد، يقول لي ناقش اتصال discuss the continuity of the given function at the given point، ابحث اتصال هذا الاقتران عند هذه النقطة. طيب الآن دومين الاف ايش بيساوي؟ صفر الى ما لا نهاية، and السالب واحد ماله؟ لا ينتمي الى دومين الاف. اذا اف السالب واحد is undefined او doesn't exist، مش موجودة، is undefined غير معرفة، وبالتالي بقدر اقول اذا اف is not continuous للاختصار at x بتساوي سالب واحد. الاكس او العدد هذا لا ينتمي للدومين، يبقى مؤكد غير متصل عندها. نشوف هاي الاقتران، هاي الزيرو، هاي الاكس، y بتساوي جذر x، هاي السالب واحد غير معرف عندها. كيف بعرف انه معرف ولا مش معرف؟ باخذ هذه النقطة برسم منها خط رأسي إلى أعلى، هل قطع المنحنى؟ طب لتحت؟ خلص يبقى ملوش قيمة، ملوش قيمة عند السالب واحد، وبالتالي اختل الشرط الأول يبقى خلصنا، وبالتالي زي ما بقولوا نونسنس على الفاضي، يعني ملهاش منطق ملهاش معنى إني أبحث اتصال عند نقطة خارج المجال، تمام؟ يبقى هي ضروري الشرط اللي حطيناه لازم تكون الإكس تنتمي أو الأي تنتمي إلى مجال الاقتران، هذا أول حاجة. نشوف الديفينيشن كمان مرة إيش بقول. A function f is continuous at an interior point c of its domain، يقال أن الاقتران معرف عند نقطة داخلية من مجاله. إيش قصده بنقطة داخلية؟ على فرض إنه دومين الاف عند اقتران y تساوي f of x ودومينه هو الفترة a و b، الكلوزد انترفال a و b أو open حرة زي ما بده. طبعا الدومين عندي أنا الكلوزد انترفال a و b، هيكون هاي الفترة A و B، برا ال B ما بعرفش، قبل ال B ما بعرفش، لازم تكون نقطة من نقطة الدومين. الآن ال A وال B بسموهن end points، نقط طرفية، ال end نهاية صح؟ النهاية اليسرى والنهاية اليمنى end points. ال C أي نقطة أكبر من A وأصغر من B، السي أي عدد أقل من بي وأكبر من A، هذه بسميها interior point، نقطة داخلية في قلب الدومين. طبعا هو حيعرف لي اتصال هذا الاقتران على مجاله أو عند نقط في مجاله. إذا كانت النقطة يا بتكون داخلية، وكلمة داخلية ينطبق على كل الخط هذا، شايفين كل الخط هذا، هي A وهي B، الداخلية كل اللي هان، شايفين ايش اخذت انا؟
خدت كل الدومين ما عدا ال A وال B، كل هذول تسمى interior points. ال A left end point، ملحنة left end point، هذا نسميها right end point، نقطة طرفية يمنى نقطة طرفية يسرى. برضو لما بدي أبحث اتصاله عند ال A بقول هذه اتصال طرفي، اتصال عند نقطة طرفية يسرى، اتصال عند نقطة طرفية يمنى. في الأول بدنا نعرف اتصاله عند ال interior point. يقال أن الاقتران f of x متصل عند النقطة C an interior point of its domain إذا if and only if. بقول if and only if، بدل هذه العبارة كلها بنختصرها في جملة مكافأة وبنكتب double f. هذا رمز في الرياضيات عندنا تعني if and only if، اللي هي برضو حاجة مكافأة إلها ثنائية الشرط العبارة، عارفينها؟ يعني هذا يؤدي للهان واللهان يؤدي للهان، كل منهما يؤدي إلى الآخر، تمام؟ يعني زي ما نقول إذا كان B عدد زوجي، إذا وفقط إذا كان B بيساوي 2N حيث N عدد صحيح، تمام؟ والعكس إذا كان إذا كانت B عصورة 2N فهي عدد زوجي، إذا كان عدد زوجي فهو عصورة 2N، لو كان عدد فردي بتصير زائد واحد إلى آخره، ما علينا. فكل منهما يؤدي إلى الآخر. فـ if and only if هذه تنكتب زي هيك، تمام؟ نشيل. يبقى أنا بدي أقول الـ F is continuous at an interior point of its domain if and only if. أول حاجة f of c exists، صح؟ اللي احنا بنقول defined برضو بيمشي الحال، يعني معرف او موجودة. بدل exists ممكن اقول f of c مالها؟ يعني عدد حقيقي، تمام؟ واحيانا بنقول f of c، كل هذه نفس التعبير أو كل منهما يجزئ عن الآخر، معاي؟ أول شرط إنه الاقتران بكون معرف عند السي، لو عوضت تعويض مباشر فيه بالسي بيطلع لي عدد حقيقي. هاي الثلاث تعريفات أو تعبيرات. رقم اثنين limit f of x لما x تقول للسي برضو exists، والاس ضروري للغائب، اه موجود يعني. الشرط الثاني لازم تكون النهايه مالها موجوده. الشرط الثالث تساوي كل منهما، يكون الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول لسي تساوي اف اوف سي. ضروري الشروط الثلاثه تكون متحققه. طبعا نشوف لنا مثال على كل حالة ممكن في ينطبق الشرط الأول ولا ينطبق الشرط الثاني، ونشوف غير متصل. ممكن ينطبق الشرط الأول والشرط الثاني ولا ينطبق الشرط الثالث، برضو بكون غير متصل. طبعا على الشرط الأول قلنا بنفع، إزاي عملنا مثال الجذر، الشرط الأول بيفشل بتكون النقطة خارج المجال وبالتالي ما بنفعش أصلا، نونسنس زي ما نقول، ملهاش معنى اني ابحث الاتصال عن نقطة خارج المجال. اشوف مثال على اقتران معرف عند نقطة ونهايته غير موجودة. مثلا لو كان عندي f of x بيساوي x تربيع ناقص 4 على x ناقص 2 لما x لا تساوي 2 وخمسة لما إكس بتساوي 2. هذا الاقتران. إيش بده؟ discuss the continuity، ناقش اتصال هذا الاقتران عند النقطة إكس بتساوي 2. وهذا الكلام هنلاقيه
في الطرف صفحة 35 عندكم في الملخص. هل هذا الاقتران متصل عند اثنين ولا لا؟ بدي أبحث الشروط الثلاث. أول شرط، هل الاقتران معرف عند اثنين ولا لا؟ وين بلاقيها؟ عشان أعملكم ريفرش للذاكرة تبعتكم، لما يكون عندي f of x تساوي 2x ناقص 1 لما x أقل من 5 مثلا، و x زائد 1 لما x أكبر أو تساوي 5. لو قلت لكم f الخمسة وين بتدوروا عليها؟ فين عند اليساوي، ولو أنها موجودة مع الأكبر لكن بدور على اليساوي عشان أقدر أعوض عنها. هيها وين اليساوي؟ هي اليساوي، بروح على القاعدة هاد مباشر، مزبوط ولا لا؟ وبالتالي ما دام أنتم هم بتدوروا على اليساوي وهي ضمن حاجة ضمن متباينة، فما لكم لما تكون صريحة من باب أولى. فأنا الآن لما بدي أجيب الشرط الأول أشوف F لاثنين إيش بتساوي؟ 5. عدد حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. إذا معرف ولا مش معرف؟ يبقى الشرط الأول تحقق. بدي أروح الآن للشرط الثاني. ماشي. أنا حيطلع له نهاية، حيطلع له نهاية. مش مشكلة، بنشوف. بدي أجيب ليميت f of x لما x تقول ل 2. هل فيها شمال ويمين؟ هل عندي لما x أكبر من 2 في قاعدة و x أصغر من 2 في قاعدة؟ لا، ما عنديش إلا قاعدة واحدة. وهذه تعتبر عبارة عن إيش؟ نقطة. تمام، لأنه هذه y تساوي 5 عندما x بتساوي 2، هذه تمثل هان لما x ب 2 y ب 5. هي النقطة، هي هان عقبالها 5 وهان عقبالها 2، هذه نقطة. وبالتالي لما x ب 2 y ب 5. الليمت مش من هان، بيجي الليمت على قاعدة الاقتران، يبقى حيسوي لي ليمت x تربيع ناقص 4 على x ناقص 2 لما x تقول ل 2، فيش فيها شمال ويمين، بيساوي لنا ليمت ايش؟ لما x تقول ل 2. بتتحلل لايش هاد؟ في x زائد 2، بتروح x ناقص 2 مع x ناقص 2، بضل عندنا x زائد 2. ولو كتبنا التحليل بكون كويس ونختصر بيمشي الحال. عوض تعويض مباشر ويساوي 4. اكزيست ولا لا؟ يبقى الليمت مالها؟ موجوده. هيك كم شرط تحقق عندي من الثلاثه؟ معرف والليمت، هل هن متساويات؟ هانا 5 وهانا 4. ايوه، الشرط الثالث غير موجود. بدي اقول هانا بما ان ليميت f of x لما x تقول ل 2 لا تساوي f ل 2، هذا امبلايز ايش؟ انه f is not continuous at x بتساوي 2. تمام؟ خلصت. ليش؟ لأنه الشرط الثالث لم يتحقق. لو جينا نرسم هذا الاقتران بلاقي، اوكي، بلاقيها تقريبا، بعدين بنرجع لهذه، جينا بالصورة هذه، هاي رسمة هذا الاقتران، هنا بتكون عندي سالب 2 وهنا بتكون عندي موجب 2 وهنا عقبال الاثنين بتكون مفتوحة عقبال الأربعة. ليش مفتوح عقبال 4؟ لأنه النهاية تبعتها طلعت 4. لو أخذت النهاية من الشمال حتروح للأربعة، النهاية من اليمين حتروح للأربعة، فالليمت موجود تساوي الأربعة. طيب، واضح أنه عقبال الاثنين في قطع في منحنى الاقتران ولا لا؟ هل الخط هذا متصل؟ إيش تعني هذه؟ تعني هيك قطع، بس إحنا بنعملها عشان نقول أنه هان القطع موجود عقبال مقابل الاثنين، إذا الاقتران غير متصل. لاحقا حنقول ممكن إعادة تعريف الاقتران ليصبح متصل؟ ممكن إعادة تعريفه ليصبح متصل؟ أو ممكن، ممكن. وقتيش؟ الآن بنشوف لاحقا، هل كل اقتران غير متصل عند نقطة ممكن أخليه يصير متصل عند هذه النقطة ولا لا؟ ولا في شروط؟ بنشوفها لاحقا. إحنا الآن بدنا بس نحفظ شروط الاتصال. هذا الاقتران معرف والنهاية موجودة لكن اثنين مش متساويين، إذا الاقتران غير متصل عند هذه النقطة. نشوف مثال ثاني.
أنا ممكن أستغني طبعا عن الأمثلة المحلولة عندنا، ماشي؟ ممكن نشرح أمثلة بديلة. لو كان عندي اقتران آخر اسمه g of x تساوي 2x زائد 1 لما x لما ناقص 3 أقل أو تساوي x أقل من 2 فيش إلا 2، وأنا بظن ملزق عند 2، بدي أحطها 5 و 3x ناقص 1 مثلا لما 5 أقل أو تساوي x أقل من 7. ابحث اتصالها عند x بتساوي 5، تمام؟ ايش الدومين تبع هذا الاقتران؟ من سالب 3 اعملوا خطين، اعملوا هاي الخط، الجزء الاول من وين؟ من سالب 3 مغلق لعند 5 مفتوحة، صح؟ طب الثانية من 5 مغلق لعند 7 مغلق، يبقى أخذنا كل هذه المنطقة، يبقى من سالب 3 إلى 7. السبعة مفتوحة، آه، أنا بدي أحكي على الخمسة، أنا استثنيتها لكن ضفتها، صح؟ لكن السبعة فيش يساوي مفتوحة، يبقى من سالب 3 مغلق إلى 7، فترة نصف مغلقة أو نصف مفتوحة، صح؟ أوكي، الآن بدي أشوف هل الاقتران هذا متصل عندي الخمسة ولا لا؟ الشروط، أول حاجة بدي أجيب في السوليوشن، أول حاجة بدي أجيب F الخمسة، ومن وين بنجيبها؟ من عند يساوي، يبقى بيساوي 3 في 5 ناقص 1، 15 ناقص 1 ماله؟ عدد حقيقي ديفايند. أجيب الليمت، الآن بدي أجيب الليمت، في X أقل من 5 وفي X، يبقى فيها شمال ويمين، صح؟ بدي أجيب الليمت. الشرط الثاني مش شرط نرقم احنا بس إلنا الخطوات، بدي أجيب ليمت F of X لما X تقول للخمسة من الشمال يبقى على الأقل من الخمسة، بتساوي ليمت أي قاعدة؟ اللي هي 2x زائد 1 لما x تقول لخمسة من الشمال، 10 زائد 1 11 موجود. طيب و ليمت f of x لما x تقول لخمسة من اليمين هتساوي ليمت 3x ناقص 1 لما x تقول لخمسة من اليمين، 15 ناقص 1 بيساوي 14. هل التنتين هذول متساويات؟ اذا بقدر اقول من هذا وهذا، اذا ليميت f of x لما x تقول لخمسة doesn't exist. doesn't exist غير موجود. اي شرط من الشروط الثلاثة تبعت اختل؟ الثاني هو معرف عند النقطة ولكن النهاية غير موجودة، خلص يبقى غير متصل. هان الشرط الأول متحقق والشرط الثاني متحقق، لكن الشرط الثالث ما تحققش، يبقى هو غير متصل عنده. الليمت هان doesn't exist، إذا ممتاز. هاي ضروري أقول at، إذا أو so أو thus بنقول أو أي حاجة وهكذا، thus أو so أو okay therefore F F G G، وأنا كاتب F هنا، ها كله F، خلص يا شيخ، ها عم تغير كل هذول، هيها F مظبوط، بدي أغير كل هذول، لا بغير هذا وخلاص. Thus F is not continuous at X بتساوي 5. طيب هي اختل الشرط الثاني، الشرط الأول ما ينفعش يختل لأنه إذا يختل فقط في حالة واحدة، إذا كانت النقطة خارج الدومين، غير هيك ما ينفعش. أوكي، لأنه إذا كان غير معرف عندها مستحيل تكون في الدومين، مستحيل. وبالتالي إذا كانت أنا ببحث الاتصال عند نقطة الدومين، إذا لازم يكون متصل، معرف عندها. وبالتالي هي شفنا إذا الشرط الثاني متحقق أو الشرط الثاني غير متحقق، هاي الشرط الثالث غير متحقق، الثاني غير متحقق. طيب، الآن ارجع للديفينيشن، احنا كل هذا بنتكلم على ايش؟
انتيريور بوينت الاكس تساوي 2 هنا انتيريور بوينت الخمسه. الدومين تبع هذا الاقتران كل ار فيش ما عدا احنا شلناها هان هذه دومينها ار ما عدا الاثنين جينا لزقنا عند اثنين مظبوط ولا لا؟ فدومينها كل ار فالار هي من سالم ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه يبقى الاثنين انتيريور بوينت مش اند بوينت صح؟ فاحنا سواء هان او هان كنا نتكلم على انتيريور بوينت الان نحكي على اند بوينتس زي السالم ثلاثة والسابعة تمام؟ نشوف التعريف ايش بقول لي في الاول وبعدين بنرجع للامثلة اللي عندي. ممكن نخلي هذا المثال كما هو. الان لو رجعنا ل اللي هو الديفينيشن رقم 2 اللي موجود عندنا في صفحه 34 A function f is continuous at a left end point left end point الان لو كانت عندي لو كان دومين الاف هو زي ما قلنا الكلوزد انترفال a و b بتكون الاي عباره عن ايش left end point متى يقال ان الاقتران متصل عند ايه؟ لما تكون نهايته اليمين موجوده كويس الاي عشان النقطه طرفيه بنسمي الاتصال عندها اتصال طرفي كويس اتصال من طرف مثلا ممكن نقول ليفت كونتينيوتي هنا ممكن نقول رايت كونتينيوتي في اتصال حسب النقطه الان هذا ممكن نسميها رايت كونتينيوتي متصل عندها من اليمين لكن على شمالها لا هذه بنسميها ليفت كونتينيوتي اتصال من الشمال الان لما بدي ابحث اتصال هذه النقطه لما ببحث الاتصال الاقتران عند هذه النقطه بدي احقق الشروط الثلاث اول حاجه لازم تكون اف اوف اي اكزيستس ايش يعني ومؤكد انها موجوده لانها ضمن الدومين ولا لا اكيد معرف عندها اثنين لازم يكون الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول لاي من وين الان لما اكس لما بدي ادرس سلوك الاقتران لما اكس تقترب من الاي بنفعش ادرس السلوك لما اكس تقترب للاي من الشمال لانه الاكسات هذول عشان ادرس لازم يكون ينتمي للدومين طب وهدول خارج الدومين وبالتالي بينفعش يبقى لازم اخذ قيم على يمين الاي وبالتالي بدي اخذ الليمت عند الاي من اليمين لازم يكون هذا ماله exists ثالث شرط ايش يكون هدول التنتين متساويات اذا تحقق هذا الكلام بكل اقتران ماله متصل عند اي نفس الكلام على البي لازم تكون ايوه اول شرط لازم تكون اف البي اكزيست موجود ثاني حاجه الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول للبي من وين من الشمال صح ثالث حاجه لازم يكون الناتجين مالهن متساويين زي ما قلنا هنا ليمت اف اوف اكس لما اكس تقول لاي من اليمين تساوي اف ال اي هنا بده يكون عند الشرط الثالث ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول لبي من الشمال تساوي اف ال بي اوكي زي ما قلنا عند الاي ايش بنسميه عند الاي بنسميه رايت كونتينيوتي لانه اتصال من جهه اليمين اما الشمال لا وعند البي ليفت كونتينيوتي طيب لو شفنا المثال اللي عندي المثال الموجود عندنا هنا لو قال لي ابحث اتصال هذا الاقتران عند النقط الطرفية لمجاله مجاله بطلنا هان ايش الدومين تبعه قلنا دومين اف بيساوي سالب ثلاثة لعند سبعة اومن تمام بدي ابحث نبحث الاتصال عند اكس بتساوي
سالب 3 والاتصال عند اكس بتساوي 7. يعني لو قال لي مثلا discuss the continuity of f at the end points of its domain. احيانا بكتبوها باختصار هيك البوينتس، احيانا ممكن يكتبوها بهذا الصوره. ناقش اتصال الاقتران عند النقط الطرفيه لمجاله. مين النقطه الطرفيه؟ السالب 3 وال7. اول حاجه بدي اقول له اف السالب 3 ايش بساوي؟ من اللي فوق بالضبط سالب 6 زائد 1 بتساوي لي سالب 5 تنتمي الى r. الان الليمت لاف اوف اكس لما اكس تنتمي الى سالب 3 من وين؟ من اليمين، صح؟ اكس اكبر، المعرف على الاكبر من اليمين، بيساوي الليمت اللي هي 2 اكس زائد 1 لما اكس تقول لسالب 3 من اليمين وتساوي سالب 5 من 1 و2. اذا الليمت بدي اكتب الشرط عشان اقدر احكم، لما اكس تقول لسالب 3 من اليمين تساوي اف سالب 3، اذا اف از كونتينيوس ات سالب 3 فروم رايت، او في رايت كونتينيوتي ات اكس بتساوي سالب 3. الان بقدر ابحث الاتصال عند السبعه؟ ممتاز، ليست في المجال. يبقى السبعه بدنا نقوله الان في رقم 2، بما ان او سنس السبعة لا تنتمي إلى دومين F، هذا implies إنه F is not continuous at X بتساوي 7، غير متصل مؤكد لأنه ما فيش منحنى أصلا، صح؟ مش موجود. طيب في عنا تحت الديفينيشن في معطيني kinds of discontinuity، kinds of discontinuity انواع من عدم الاتصال. يعني في عندي حالات بكون فيها الاقتران غير متصل. طيب هذه الحالات في منها ما يمكن اصلاحه بنسميها removable discontinuity، هو غير متصل لكن نقدر نصلحه ونظبطه ونخليه يصير متصل، لكن في حالات لا يمكن اصلاحه بحيث يصبح متصل. ريموف ابو جاي من كلمه ريموف، موف لحالها حركه او يتحرك، صح؟ ريموف يزيل، صح؟ بتيجي ريمو ممكن اعاده تحريك او بيمشي الحال، على اساس انه البريفكس الار اي هذه للتكرار او الاعاده. اوكي، عشان هيك زمان على التلفزيون كان يكتبوا ريبلي، لما يجيب لنا لقطه واحنا بنتفرج على مباراه كوره بعيدها بالتصوير البطيء كان يكتب لنا عليها ريبلي، ريبلي يعني اعاده بث اللقطه بس بالتصوير البطيء. اوكي، فاحنا ايش بدنا نقول؟ kinds of discontinuity. اول نوع عندنا الريموفابل discontinuity. ريموفابل discontinuity هذا المثال الاولاني اللي ضربته انا، ها اللي حقق الشرط الاول والشرط الثاني ولم يتحقق الشرط الثالث. زي ما قلت لكم كمثال ثاني مش شرط نفسه، يكون اف اوف اكس تساوي اكس تربيع ناقص 1 على اكس ناقص 1، طب بدي اخليها زائد 1 لما اكس لا تساوي سالب 1، وتساوي 5 مثلا لما اكس بتساوي سالب 1. تمام؟ ايش مجاله هذا الاقتران؟ ار كلها. طيب الان انا بدي ارسم رسم لهذا الاقتران، بقدر اقول اف اوف اكس تساوي، ممكن ابسطه ولا لا؟ ها ايش بنصفه؟ اكس ناقص 1 لانه حتروح لك زائد 1 مع اللي تحت، شرط اكس مالها و5 لما اكس بتساوي سالب 1. طب لما بدي ارسم هذا الاقتران، لو انا بدي ارسمه هيك على السريع ارسم لكم رسمه، لما بدي ارسم رسمه لهذا الاقتران واي بتساوي اكس ناقص 1، حط اكس بصفر لما اكس بصفر واي بسالب 1، صح؟
لما اكس قولي بتوبي. اوكي الان بدي ارسم واي بتساوي اكس ناقص واحد. حطي اكس بصفر تطلع لي واي بسالب واحد. حطي واي بصفر اكس بتساوي واحد. هاي الواحد يبقى بدي ارسم رسمه هيك عشان انا اقدر ارسم براحتي. بعمل الخط هيك باجي بعمل هنا بكتب سالب واحد وهنا بكتب ايش موجب واحد. هذا رسمه هذا الاقتران. بس قال له خد بالك وايش عامل عقبال السالب واحد تبع الاكس هنا بنفعش تجيب لي اياها. بدك تجيبها هنا تكون مفتوحه وتكون عقبال مين الخمسه عقبال السالب واحد. هاي السالب واحد تبعت الاكس ها بتكون وين فوق هان عقبال مين الخمسه. هذه رسمه الاقتران اللي قدامي. هل هو متصل عند السالب واحد ولا لا؟ طلعي عقبال السالب واحد منحنى الاقتران متصل وهنا صار فيه قطع. في قطع في المنحنى عقبال السالب واحد. دي بلا جاي شو ماشي ماشي تقلقوش علي بنظبط ها. هاي وصلنا. الاقتران غير متصل في قطع هان لانها مفتوحه. لكن هل هو معرف عند السالب واحد؟ معرف قيمته خمسة لكن كمنحنى في قطع عقبال السالب واحد. وين القطع؟ بعد السالب واحد متصل وقبل السالب واحد متصل. بالعكس بعد السالب واحد متصل وقبل السالب واحد متصل. عند السالب واحد صارت المشكله. كان ماشي 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 هان وبعدين قفز فوق وبعدين عاود رجع كمل هان يبقى صار في قطع في الاقتران. فهذا الاقتران غير متصل عند السالب واحد. نبحث جبريا مش من الرسم نبحث جبريا الشروط. اول شرط عندي ايش؟ اجيب اف السالب واحد قديش بتساوي؟ ديفايند ولا لا؟ اجيب الليمت لما اكس تؤول لسالب واحد. ما عنديش قاعدتين هيها هذه اللي هي ليمت الاف اكس لما اكس تساوي ليمت. بفضل التنتين نكتب هذه وبعدين اكس ناقص واحد لما اكس تؤول لايش؟ وتساوي موجود ولا مش موجوده؟ موجود سالب اثنين عدد حقيقي صح؟ اذا الشرط الاول تحقق والثاني تحقق. هل الشرطين متساويات؟ لا. بقول له بما ان الليمت للاف اوف اكس لما اكس تؤول لسالب واحد لا تساوي اف السالب واحد اذا اف از نوت كونتينيوس ات اكس بتساوي سالب واحد غير متصل. خلص برفع ايدي الان. طيب الان هل الديسكونتينيوتي ممكن اقول ديسكونتينيوس او نوت كونتينيوس تنتين بينفعني. الان حاله الديسكونتينيوتي اللي قدامي ريموفابل ولا لا؟ بقدر اعدلها؟ بنقول انت لو جبت النقطه هذه ولزقتها هان بصير متصل يعني من الحمى بنقطه الحام مظبوط ولا لا؟ غير هيك انا بكون غيرت نقطة واحدة في الواقع. هذه واي هذه واي صح؟ واي بتساوي لما اكس بسالب واحد واي بقديش؟ نقطة. هيها تمثيلها بين نقطة. فأنا غيرت نقطة في المنحنى كله لا تؤثر في المنحنى. لكن لو كان المنحنى شكله زي هيك مثلا هنا وهان هيك منفعش. بدي اجيب هذه اعدلها واسحبها صار اقتران جديد. قصص انا هنا بس بغير نقطه. هذا النوع بنسميه ريموفابل هذا بنسميه ان ريموفابل لا يمكن ازالته. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا لما جبنا الليمت لقيناها اكزيستس موجوده. لكن هان لو جيت لقيت بلاقي الليمت من الشمال تعطيني قيمه ومن اليمين تعطيني قيمة أخرى. إذا كانت النهاية غير موجودة فلا يمكن إعادة تعريف الاقتران ليصبح متصل. أخذتوها قبل هيك صحيح؟ أوكي يبقى شرط عشان يكون ريموفابل لازم يكون الليمت موجودة. الليمت لازم تكون موجودة عشان يكون ريموفابل. إذا كانت غير موجودة أن ريموفابل لا يمكن تعديل. تفضل. هو غير متصل.
انا بدي اغير الخمسه. ايش الليمت طلعت عندي؟ واحط مطرحها سالب 2. بس انا اشيل النقطه، بدل ما هي عقبال 5 احطيها عقبال السالب 2. اجت هان سكرناها، اصبح متصل. ايوه تمام. وبالتالي لما احط هان سالب 2 بضلوش نفس الاف، لازم يتغير اسمه، صح؟ انا بس لو استنيت كنت انا بدي اعملها الان. زي ما يكون الانسان يعني بعد عنك الشر انجرح جرحة او جرحان او هان، خذ له غرزه او غرزتين بسكروا له الفتح اللي هو القطع، مش هاي ديسكونتينيوتي، بعملها غرز. احيانا بعملها غرزه تجميليه عشان ما تبينش غرزه، لازم نقول البنت هذه شرانيه ودائما تضرب مواس تنضرب مواس، مزبوط؟ بعملها غرزه تجميليه عشان ما تبينش. فاحنا بنقول هذا الاقتران بعد التجميل اسمها ليلى، بنخليها ليلى بس منظر احلى، بنعملها نفس الاسم وبنعملها اف كابيتال بعد التعديل. يعني لو كان اسمها جي اوف اكس بروح بسمي الاقتران الجديد جي كابيتال اوف اكس، تمام؟ لو كانت اتش اوف اكس خلي اتش كابيتال اوف اكس بعد التعديل، بعد التجميل بنسميه، او الريموفابل ازلنا العيب، فبتصير اكس ناقص واحد لما اكس لا تساوي سالب واحد، وسالب 2 لما اكس تساوي سالب 1. اصبح عندي اقتران متصل عند السالب 1. هذا اذا كان ريموفابل. متى يكون ريموفابل؟ اذا الليمت اكزيستس، اهم حاجه. دازنت اكزيست بس ما بقدرش اعمل حاجه. الثلاث انواع اللي تحت ان ريموفابل، طلع على الاشكال الثلاثه الموجوده في صفحه 34. قلنا ريموفابل اول واحده، ثاني واحده جامب ديسكونتينيوتي زي هاد من الشمال، كان عند السالب واحد بعدين قفز عند الثلاثة مثلا، كان ماشي هنا هيك الاقتران وبعدين قفز قفزة، هذه جامب ديسكونتينيوتي، بقدرش أعدله عشان يصير متصل، تمام؟ في انفينيت ديسكونتينيوتي غير ايش مالها؟ في حاجة؟ اللي وراك اللي نايمة تعبان، إذا تعبان تقدر تمشي يا بنتي، بدك حبة أكمول حاجة وترجعي، بدك تطلع زي ما بدك، مركز أنت معنا؟ لا خلص تقدر تمشي، بنحطك مأزون بهمش براحتك، بدك تضلك تحط راسك وحط راسك عبين ما تطلع مع واحدة من زملاتك عادي، اللي بدك إياه اللي بريحك. عرفت اسمها؟ خلص يعني قصدي نحطها مأزون على ما أزعق الأسماء إن شاء الله. استغلوا الوضع انت. ايوه احكي. لا والله كمان؟ خلاص ما براحتك زي ما بدك. طبعا اللي الشرح بيكون افضل من القراية بيكون احسن زي ما بدكم. اوكي خلاص، يبقى الاسم التجميلي هو الكابيتال للاقتران الاصلي. في نوع ثاني قال لي لو طلعنا على الاشكال اللي عندي بسموها انفينيت ديسكونتينيوتي، يعني لا قيمه الاقتران عند النقطه او النهايه غير موجوده لان النهايه ما لها نهايه، زي الواحد على اكس تربيع. والاوسيليتنج ديسكونتينيوتي حكينا فيها ايام ما تكلمنا على الساين واحد على اكس وقلنا اوسيليشن ديسكونتينيوتي. الاكزامبلز اللي في صفحه 35 بتطلعوا عليها بتلاقوها اكزامبلز بسيطة، أنا بدي أخذ لكم بس سي منها أشرح لكم الاكزامبل سي. Discuss the continuity at the given points. معطيني f of x أو h of x تساوي x على absolute x at x بتساوي صفر. ابحث اتصال هذا الاقتران عند الصفر. ابحث اتصال هذا الاقتران عند الصفر. أول حاجة ممكن أعيد تعريف القيمة المطلقة عشان أعيد تعريف الاقتران، صح؟ إحنا عارفين إنه القيمة المطلقة للإكس هي عبارة عن إكس لما إكس أكبر أو تساوي الصفر، سالب إكس لما إكس أقل من صفر. هذا التعريف وهذه الشروط خاصة بالأبسوليوت مش بالاقتران. أنا أخذت بس القيمة المطلقة. الآن بدي أكتب h of x.
بقسم الاكس على القاعده الاولى، اكس على اكس واحد لما اكس تماما فيش يساوي، لان لو يساوي مش هتطلع واحد، هتصير صفر على صفر. هل صفر على صفر بواحد؟ ممنوع الصفر هذا. لاحظوا انا يعني كاني انا ايش بدي اكتب لكم؟ اكس الان هذه اللي انا فكيتها صح؟ بدي اقسم هان، بدي اقسم هان واقسم هان، هيك حيصير اكس على اكس بواحد صح؟ لكن ممنوع الصفر لانه حتصير صفر على صفر، والصفر على صفر مش واحد غير معرف، وبالتالي بخليها مفتوحه. عشان هيك انا شرحت هذا المثال، اكس على سالب اكس سالب واحد لما اكس اقل من صفر. ابحث اتصاله عند الصفر غير متصل، لانه هو غير معرف اصلا، الاقتران غير معرف عند الصفر صح. كمان لو جبنا الليمت النهايه، طبعا هو المفروض انا من الشرط الاول خلاص اوقف صح، ما دام غير معرف يبقى غير متصل خلصنا. لكن انا بدي مزيدا في الايضاح واني متاكد خالص، زي ما قال زميلتكم النهايه من اليمين واحد، النهايه من الشمال، يبقى النهايه كمان غير موجوده، يبقى لا معرف ولا النهايه موجوده، يبقى هذا زي ما بقولوا طلاق بالثلاثه 100%، ما فيش اتصال خالص او جامب ديسكونتينيوتي نوعها بكون. كونتينيوس فانكشنز، هنا بدي يعمم. احنا قلنا او بحثنا كل شغلنا اتصال عند نقطه، اتصال عند الصفر، عند الخمسه، عند الواحد، عند السالب واحد، عند الثلاثه، مظبوط؟ كنا نبحث اتصال عند نقطه. الان القاعده هذه بتقول لي لو انا جبت اقترانين اف وجي، لو كان اف از كونتينيوس، اف اوف اكس تجاوزا ات اكس بتساوي سي، اند جي اوف اكس از كونتينيوس ات اكس برضه بتساوي سي، اذا اقترنين كل منهم متصل عند نفس النقطة، فان اف زائد جي اوف اكس متصل عند السي، اف ناقص جي برضه متصل عند السي، اف في جي اوف اكس برضه كل هدول ايش؟ كونتينيوس ات اكس بتساوي سي. كمان كي في اف اوف اكس برضه متصل، اذا الاف متصل فلما اضربه في ثابت برضه بضله متصل عند السي، اف على جي اوف اكس برضه متصل عند السي بشرط انه جي اوف سي لا تساوي الصفر، اللي هي الشروط تبعت تمام. هذا هو الكلام. طيب هذه بصفه عامه اقتران متصل كله حتى الان اتصال عند نقطه، اذا اقتران متصل عند نقطه واقتران اخر متصل عند نفس النقطه، ان مجموعهما ايضا يكون متصل عند النقطه، وطرحهم وضربهم وقسمتهم وضرب ثابت والجذور وتحت جذر اس وكل الدنيا بتكون متصله، بس مع مراعاه الشروط اللازمه. بعد هيك اقتران كثير الحدود متصل على ار، اقتران كثير الحدود متصل على ار على مجاله، احنا عارفين كثير الحدود ايش مجاله؟ ار. لو جاني سؤال بقول لي discuss the continuity of f of x اللي بتساوي 2 x تكعيب ناقص 5 x زائد 1 at x بتساوي 39.7 من عشرة، كيف السؤال؟ ممتاز. بدي اقول له بما ان f is a polynomial، يعني ايش؟ اقتران كثير الحدود، هذا امبلايز انه f is continuous on r، يعني متصل على كل الاعداد الحقيقيه، وهذا عدد حقيقي ولا لا؟ خلص اذا f is continuous at x بتساوي 39.7 من عشرة، ولا بحثت لا شرط اول ولا ثاني ولا ثالث، مباشره قولي لي متصل على ح بالعربي لانه كثير حدود بالعربي،
لو تيست خالص يعني نسيتي كل انجليزي مره واحده مع ربكه الامتحان ها انتوا عارفين في الاخر هتميلوا علي شويه تخش ماشي هتروحوا علي بالعربي تخشوا بالعربي افضل طبعا كل ما كتبنا بالانجليزي بكون افضل. طيب رقم 2 الاقترانات النسبيه متصله على مجالها. احنا عارفين الاقترانات النسبيه عباره عن ايش؟ بسط كثير حدود والمقام كثير حدود. ايش مجالها؟ ار ما عدا اصفار المقام. تمام؟ فهي متصله على كل على كل اكس على ار ما عدا مجموعه اصفار المقام. اقتران الساين عارفين رسمتها؟ تبدا من الصفر وبتطلع وبتنزل من الشق هذا ومن هذا على كل ار متصله. الكوزاين تبدا من عند الواحد وبتطلع وبتنزل على كل ار. طب لو قال لي اقتران اف اوف اكس يساوي ساين اكس زائد كوزاين اكس مجموع اقترانين متصلين على ار هيكون متصل على ار. اوكي. طب لو قال لي ساين اكس على كوزاين اكس ايوه شفتوا كيف سحبت رجلكم؟ غلط. ما عدا اصفار المقام. تاخذ بالك ما انا بدي اصيد الناس اللي بيستعجلوا لازم افكر. صح ما عدا اصفار المقام. ورسمه التان احنا عارفينها كيف؟ متصل على مجالها. في عندي هان في خطوط وين التان؟ الظل وين غير معرف؟ باي على 2 الباي على 2 هاي الزوج المرتب تبعها مين؟ 0 و1 هنا الكوزاين هنا الساين الظل 1 على 0 غير معرف يبقى عند الباي على 2 غير معرف وهنا ايش؟ 0 وهان سالب باي على 2 معلش وهنا نفس المسافة هاي باي هان 3 باي على 2 برضو غير معرف عندها لأن هايها 0 و1 مظبوط وهكذا. فهي هاي رسمتها بالصورة هاد تيجي عند الباي طبعا وهكذا هاي الرسمات تبعتها وبالتالي هي متصلة على ار ما عدا سالب باي على 2 سالب 3 باي على 2 باي على 2 3 باي على 2 زائد او ناقص ونزيد 2 باي فوقهم 5 باي على 2 7 باي على 2 بالموجب وبالسالب وهكذا ما عشان ما استعجلش. اوكي. ساين تصل على ار كوزاين تصل على ار ساين زائد كوزاين تصل على ار ساين في كوزاين تصل على ار ساين على كوزاين تصل عند ار. لا ما عدا اخذ بالي مش كل حاجه بتيجي بسرعه. اوكي. يعني هذا في مقابله شفويه بس في الامتحان المفروض الواحد بركز وبفهم بركز. واحيانا الواحد لما يكون متاكد من قرايته ممكن ينغش. بعد هيك اقتران القيمه المطلقه الاقتران كثير حدود متصل على ار. اقتران القيمه المطلقه حسب الاقتران اللي داخلها ايش مجاله بكون مجال القيمه المطلقه. كل اللي بتعمل القيمه المطلقه الجزء اللي بكون اسفل محور اكس ترفعه لفوق صح زي ما قلنا قبل هيك انه لو كانت عندي زي هذا الاقتران زي ما اقول واي بتساوي اكس تربيع ناقص 3 كل اللي بتعمله هذا الجزء اللي تحت ترفع لي اياه فوق بصير هذا بدل سالب بصير بالصوره هذه. واضح انه متصل كان في الاول متصل على ار برضه هنا صار متصل. اوكي. ايش ايش؟ اف الاكس بتساوي اف الاكس 1 زائد على طول دومين اف بيساوي من 0 لما لا نهايه من غير ما تطولوا كثير. انتوا شوفت انا في الهوم ورك كثير بفصلوا ناس بتقول بنفرض الاف عباره عن جي زائد اتش الجي دومينها ار الاقتران الثابت دومينه ار وهذه دومينها من 0 لما لا نهايه. دومين الجمع هو تقاطع الدومينين التو دومينز مظبوط ار تقاطع من 0 لما لا نهايه حيطلع لي من 0 لما لا نهايه فبنحط لو حطيناها على طول بنمشي لكم اياها ماشي الحال. لو كان ما علينا اللي بفصل بزعلش منه لكن بفصلش في بعض الاحيان ممكن ازعل. في حاجات الواحد يعني سهله واضحه مش عارف انا اقول لكم انا بدي الديتيلز اشوف مين اللي فاهم ومين مش فاهم. في ناس بتنسخ نسخ انا كتبت تعليق واضح انه خط اللي نسخت منها مش واضح عشان هيك كتبت اي كلام مش مبين مبين انه رسم فضيحه عليها شود هيك صار. اوكي. لازم يكون يعني الحاجه مفصله في مكانها. الحاجات البسيطه التافهه ما بلزمش. يعني لما اقول لك اف اكس تساوي 1 على اكس قولي لي ار ما عدا الصفر خلصنا.
فيش داعي تقول لو كان البسط سميناها اتش والمقام جي، هذه ار وهذه ار تقاطعهن ار. لما يكون البسط والمقام مثلا في اقتران اكس ناقص واحد اكس زائد واحد او جذر اكس تربيع ناقص خمس مثلا، هذه بفصل فيها، لكن واحد على اكس ار ناقص صفر وخلصنا. صفر طبعا في مجموعه سنجلتون. اوكي طيب خلصنا الاقترانات. الان في عندي نظريه، نظريه بتقول احنا صرنا ساعة بس، احنا المفروض للتنتين. اوكي اوكي بدنا نخلص السكشن. اوكي اوكي ولا حاجة ولا حاجة. نشوف النظرية هذه ايش بتقول. هذه النظرية مهمة جدا، النظرية مهمة جدا. limits of continuous functions، limits of continuous functions. اوكي اوكي النظرية بتقول لي اف جي از كونتينيوس ات بي، الجي متصل عند نقطة بي، حيث البي هي ليميت الاف اوف اكس لما اكس تؤول الى سي. كويس، فان ليميت الجي، الان بقدر اقول جي سيركل اف اوف اكس لما اكس تؤول الى سي، هذه هي اللي هو كاتب لي اياها، عباره عن ايش؟ ليميت اف، اسف، هذا عباره عن ايش؟ جي اوف اف اوف اكس لما اكس تؤول الى سي تساوي جي بي. ايش يعني تساوي جي بي؟ لما اف اكس تساوي بي، احنا وزعنا النهايات، كانه ايش عملنا؟ البي، شيل البي وحط محل هذا الكلام، يعني كانها بتساوي جي لمين؟ لليمت اف اوف اكس لما اكس تؤول لسي. كانه ايش اللي صار؟ انه الليمت دخل جوا الجوز تبع الجي، او الجي مش هنقول الجي طلعت لانه الجي مش ثابت، الليمت اللي دخل. احنا اخذنا قبل هيك انه لو بدي اجيب ليمت اكس زائد واحد تحت الجذر لما اكس تؤول مثلا لخمسه، ونهض بيساوي جذر الليمت لاكس زائد واحد، مظبوط ولا لا؟ قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. ولو كانت هذه قوس مرفوع لوس قلنا الليمت بدخل داخل الجذر او داخل، فالجذر زيه زي الجي، الجذر زيه زي الجي بالضبط تماما. هذا اصلا انا بقدر اعبر عنها في صوره كومبوزيت اوف تو فانكشنز. كيف يعني؟ لو كانت عندي اف اوف اكس تساوي اكس زائد واحد وجي اوف اكس تساوي جذر اكس، وقلت لك هاتي لي جي اوف اف اوف اكس، ايش حنقول؟ جذر اكس زائد واحد بتساوي جذر الاف اوف اكس، صح؟ اللي حتساوي لي جذر الاكس زائد واحد. اذا هذا بقدر اعبر عنها في صوره كومبوزيت، هذا اصلا اف سيركل جي، مظبوط؟ جي سيركل اف، بعدين جي سيركل اف اوف اكس، فهذا الصورة بقدر أعبر عنها. طب إيش اللي صار؟ صار جذر، يا سلام. طب هذه مين؟ هذه اف اوف اكس، صارت عبارة عن جذر ليمت الاف اوف اكس، صح؟ ليمت الاف اوف اكس لما اكس تؤول لخمسة مثلا. طب هذه هي اللي هنسمى ليها البي، صارت جذر البي، جذر البي هي جذر البي هي جي البي، مظبوط؟ فقصة طويلة وعريضة توهتكم أنا فيها. يعني القصد القانون هذا اللي أخذناه من زمان إنه الليمت بدخل داخل الجذر أو بدخل داخل القوس، هاي أصل النظرية هذه. هذه النظرية بتقول إنه، انسوا هذه الأولانية،
ليميت جي ل اف جي اوف اف اوف اكس لما اكس تساوي ل سي تساوي انسوا هذه كمان ايش بتساوي الليميت دخل جوا لها تمام او انتم ممكن تشوفوها من وجهه نظركم كانه الجي طلعت برا والجي مش ثابت الجي اقتران الصح انه الليميت دخل هنا لانه الجي متصله عند اف اوف سي الجي لازم تكون متصله عند اف اوف سي لانه ببحث الاتصال كله عند او الليميت لما اكس تقول لسي نشوف ايش اهميه هذه النظريه نشوف ايش اهميه هذه النظريه المثال التالي إلها بقول example بده find limit لما x تقول لباي على 2 ل cosine 2x زائد sine 3 باي على 2 زائد x سكر القوس القوس كله ممكن الطالب هو لما بده يحل لحاله قول طب الكوزاين هذا ايش دعمل فيها؟ هل ادخلها؟ واقول كوزاين كوزاين ناقص ساين ساين والقصص هاد؟ طب انا لو قلت كوزاين 2 اكس ماشي الحال، طب لما اقول كوزاين ساين كذا تملي قصه. فبقول لا انا بطبق النظريه ادخل الليمت جوا، صح؟ فايش بصير عندي؟ بتساوي عندي بتصير نكتبها تحت بصير كوزاين لمين؟ لليمت لما اكس تقول لباي على 2 لمين؟ ل 2 اكس زائد ساين 3 باي على 2 زائد اكس. بديش اوزع الليمت لسه بس، معلش، هذه بقدر ابسطها ولا لا؟ تتذكروا الفردي والزوجي والعزابي والمتجوز والابصر ايش؟ الساين مع 3 باي على 2 ايش بيطلع؟ كوزاين. قلنا مع 3 باي على 2 اللي هي ال 270 وال 90 الساين بصير كوزاين. والكوزاين ساين بالعربي الجا جتا والجتا جا والضا ضتا والضا تضا والقا قتا والقا تقا اللي فيها تا بتصير من غير اللي معها بتنسحب منها بسيبش حدا في حاله قلنا هدول مظبوط فالساين كوزاين والكوزاين ساين التان كوتان والكوتان تان السيكنت كوسيكنت الكوسيكنت سيك وهكذا فالان الساين ايش بدها تصير؟ يبقى هذا تسوي لي كوزاين برا لا ليميت لما اكس تقول لباي على 2 هنا افتح قوس 2 اكس بتنزل زائد كوزاين الاكس طيب هذه في اي ربع؟ في الرابع الساين في الرابع ايش؟ سالب معي؟ الساين في الرابع سالب هذا تجيني ايش؟ سالب كوزاين اكس وبعدين بسكر القوس الكبير صحيح؟ وضحت ليش مكتوبه هان؟ هذه بهذا تبسيط إلها قلنا الساين مع 3 باي على 2 بتصير كوزاين الاكس وبعدين باخذ الاشاره هذا في الربع الرابع يبقى الساين سالب بحط سالب صار سؤال بسيط وزع الليمت الان براحتك والجواب الليمت بتدخل عليه الكوزاين بصير سؤال بسيط وهذه اهميه النظريه لانه بدون النظريه كيف نتعامل مع هذا الكلام هل بقدر اعوض تعويض مباشر جوا ولا لا بصير كلام لكن هيك لما يطلع الكوزاين برا بقدر اعوض تعويض مباشر بصير عندي كوزاين لمين؟ وزع 2 في باي على 2 2 في باي على 2 2 مع 2 باي صح؟ ناقص كوزاين الباي على 2 كوزاين ال 90 صفر كوزاين ال 90 هاي الكوزاين وهي الساين ايش كوزاين ال 90؟ صفر اصبح كوزاين الباي كوزاين الباي ايش بيساوي؟ سالب واحد برضو هي الباي سالب واحد وصفر هي الكوزاين مزبوط بدون آلة حاسبة هيك هذه المربعات من الأزواج بتريح واضح مكتوب بالحرف الواحد مكتوب تماما الملخص بالضبط بالضبط واضح الكلام وشفنا أهمية النظرية طبعا لو كان قوس مرفوع لأس نفس الكلام بقدر أدخل الليمت جوا ويصير القوس كله براني على ناتج الليمت نفس الكلام طيب
احنا شعب ثاني خلصنا 2-5 ودخلنا في 2-6 معهم في نفس المحاضرة. ماشي؟ واحنا على العموم يعني ما اخذناش كثير من ال يعني بعدين 12 و10 12 وربع يعني اخذنا ربع ساعة زيادة واحنا ملحوقين، يا ريت احنا نقدر نمشي مع باقي الشعب. يعني بعين الله انا عشان حتى ما صلناش الظهر. ليش نضيع الوقت عشان في ناس بتراقب هالحين قاعدة. اوكي صح؟ بدنا نشوف انا حكاية التصوير هذه هيك تسكرنا شوية. نشوف الاكزامبل التالي. خلصنا يعني هذا تطبيق للنظرية، هذا المثال تطبيق مباشر للنظرية وبيلزمنا في حاجات كثير. يعني النظرية هذه مهمة جدا تلزمنا. نروح لإكزامبل ثاني. Find the value of the constant k. Value يعني قيمة الكونستانت the constant k اللي هو الثابت k for which the function f of x اللي بتساوي kx زائد 1 لما x اقل او تساوي 3 وkx تربيع ناقص 1 لما x اكبر من 3 is continuous at x بتساوي 3. ما هي قيمة الثابت k التي تجعل هذا الاقتران متصل عند الثلاث؟ بما ان الاقتران متصل عند الثلاثة اذا الشروط الثلاثة متحققة صح؟ فاحنا في السليوشن بنقول بما ان او سينس f is continuous at x بتساوي سالب 3 then أو so أو كوما f الثلاثة تساوي limit ل f of x لما x تقول للثلاثة من الشمال تساوي limit ل f of x لما x تقول للثلاثة من اليمين. مظبوط هيك؟ بنجيب f الثلاثة من وين بنجيبها؟ من وين؟ من اللي يساوي. وين في يساوي؟ فوق. يبقى كل x تحط مطرحها ثلاثة. كيف ثلاثة؟ ثلاثة k زائد واحد. بدي اقول هنا 3 k زائد 1 تساوي من الشمال هي نفسها، ما فيش داعي اكتبها كمان مره. نيجي لليمين حط بدل اكس 3 3 تربيع 9 k ناقص 1. هات ال k عند ال k والعدد عند العدد يبقى 6 k تساوي 2 ومنها k بتساوي 2 على 6 يعني 1 على 3. 2 على 6 اللي هي 1 على 3. والله مكتوب، والله مكتوب. مش مكتوب؟ ولا اللي بتصور ولا اللي بتنسخ؟ اوكي. طيب نشوف كمان اكزامبل. الاكزامبل هذا من اسئله التمارين لانه اسئله مهمه ممكن يجيها في الامتحان فحبينا نعطيكم بعض الامثله عليها، فبنجيب اسئله من الاكسرسايزز تتكرر في التمارين لكن ما فيش زيها أمثلة في الكتاب كان، فحطينا أحد أسئلة التمارين. إكسرسايز بقول لي find the values of A و B. find the values of A و B that make F continuous that make F F شرط أو X that make F ممكن هو الاقتران نفسه continuous ايش for each value of x. مجرد ما يكتب لي هيك يعني لكل x تنتمي الى r يعني لكل الاعداد الحقيقية. ما هي قيم a و b التي تجعل الاقتران التالي متصل عند جميع الاعداد الحقيقية يعني لكل r حيث ال a وال b ثوابت. طب ايش ال a وال b؟ قال f of x بتساوي سالب 2 لما x اقل او تساوي سالب 1 و ax ناقص b لما x لما سالب 1 اقل من x اقل من 1 و 3 لما x اكبر او تساوي 1. تمام؟ ما هي قيم a و b؟ اكم مجهول عندي؟
مجهولين، أكم معادلة بلزمنا نكون؟ معادلتين وحلهن مع بعض. طيب الآن أنا عندي الاقتران متصل على R، إيش النقط الفصل اللي عندي؟ السالب واحد والواحد. ما دام متصل على R يبقى متصل عند السالب واحد، متصل عند الواحد، صح؟ متصل عند السالب واحد باخدها وبكتب شرط الاتصال المتحقق عندي تلقائي، ما دام متصل عندها بطلع منه معادلة. متصل عند الواحد بعمل منه كمان معادلة، بحل مع بعض بكون حلينا السؤال. يبقى احنا بنقول هنا since f is continuous on r، بقولش at r، then f is continuous at x بتساوي سالب واحد and at x بتساوي واحد. تمام؟ ايش يعني x الاقتران متصل عند الناقص واحد؟ بقدر اقول له اذا f السالب واحد تساوي الليمت ل f of x، زي اللي حلنا قبل شوية، لما x تقول لسالب واحد من الشمال تساوي الليمت ل f of x لما x تقول لسالب واحد من اليمين. اذا وين f السالب واحد؟ وين بنعوض عن f السالب واحد؟ عند اليساوي. وين في يساوي سالب واحد؟ عند الواحد. يبقى قديش؟ سالب اثنين من الشمال، يعني اقل من سالب واحد، هنا اكبر من سالب واحد، هاي سالب اقل من سالب واحد، قديش برضو؟ سالب اثنين، يعني نفسه. ليش اكتبها كمان مره؟ طيب لما اكس تقول لسالب واحد من اليمين اكبر من سالب واحد، يبقى هنا يبقى a في سالب واحد ناقص b، مش هيك؟ ايش هذا بتصير؟ سالب a سالب b، اضربوا كله في سالب، يعني 2 بتساوي a زائد b، هذه العلاقة رقم واحد. بقدر اقول هنا also من هذه، من الأولى، من الثانية، f الواحد بتساوي limit ل f of x لما x تقول لواحد من الشمال تساوي limit f of x لما x تقول لواحد من اليمين. هذا تفصيل مهم ضروري، يعني فيش حاجة بقدر أطنشها. f الواحد هاي 3 تساوي من الشمال x أصغر، يبقى هان a في واحد a ناقص b، يبقى a ناقص b هذه هي 3، خلص. يبقى هاي معادل رقم 2. لو جمعنا بتروح ال b، يبقى بنقول 1 زائد 2 a و a وال b مع b بتروح، يبقى 2 a بتساوي، ومنها a بتساوي بالتعويض في 1 b بتساوي 2 ناقص a، صح؟ نقدر نقول هان substituting إلى آخره n1 بصير عندي، يبقى ال b بتساوي سالب نص. سالب نص أنا أشوف اللي هي 2 ناقص 5 على 2، ال 2 قديش على 2؟ 4 على 2 ناقص 5 على 2 سالب 1 على 2. أنا متذكره لأني شرحته أكثر من مرة، عشان هيك متذكر، مش يعني حسبتها بالظبط 100%، زي ما تحسبيها، المهم بالضبط، سهل جدا. اسأل اسأل، مين تسأل؟ مين في حدا بيسأل من وين؟ نفسي حدا يسأل، فيش، بسيط الكلام. اوكي طيب، كلام بسيط، احنا بس القصة كله على اللغة بس مش اكتر. اوكي اكزامبل تاني تحته بقول لي discuss the continuity of the following functions. هذا المثال بده يقولنا على القاعدة اللي حكينا عنها، اقتران كثير الحدود، اقتران الجيب، اقتران مجموع اقترانين متصلين، هو متصل خارج قسمة اقترانين مش دائما متصل على طول. الآن discuss the continuity of the following functions. أول اقتران قال لي cosine x على x زائد 2، f of x تساوي كوزاين اكس على اكس زائد 2. هذه ايش دومينها؟ ار، متصل على ار. هذا وين متصل؟ على ار، صح؟ اذا الدومين ار ما عدا السالب 2،
اذا هذا متصل على ار ما عدا سالب 2. نعم. طيب رقم 2 مش هنختلف اوكي خلينا نكمل الان. الفانكشن بي لما اعطاني بولينوميال هو بيقول لي ديسكاس ذا كونتينيوتي، بدنا نقول له بولينوميال از كونتينيوس فور اول اكس من غير ما اقول ار. فور اول اكس يعني لكل اكس تنتمي الى ار. اذا خلصنا، ايش وين متصله هذه؟ على ار لانها بولينوميال كثيره حدود. الاقتران الاخير عباره عن ابسوليوت اكس زائد واحد زائد ساين اكس، هذه متصله وين؟ على ار، وهذا اذا مجموعهما متصل على ار. تمام؟ أوكي. هذا احنا قلناه قبل هيك، حكيناه كقاعده لكن هان كامثله على الكل. الان اخر جزئيه في السكشن، وهيك احنا فرصه ان نكون ماشيين مع الباقيين، بس انتوا ضايلكم محاضره بكره، هم لسه ما بدوش ومخلصين هذا الكلام، يعني عندهم محاضرتين في السكشن اللي جاي. يعني عشان هيك احنا كل ما مشينا اكثر بكون افضل. اوكي. continuous extension to a point. ايش يعني extension؟ امتداد. طبعا انت بتضحك على الاكستنشن اللي هو التوصيلات تبعت الشعر وابصريش. مزبوط؟ توصيل. توصيل او تمديد او حاجه، صح؟ اوكي. في الواقع هنا تمديد او توصيل بالاصح. لما احنا قلنا قبل بشويه الاقتران اللي قعدنا تعريفه، مش كان عندي هيك في جزء؟ انسوا النقطه اللي فوق، النقطه لا بتقدم ولا بتاخر، هذا الاقتران فيه قطع. هل بقدر اوصله في بعض ولا لا؟ هذا اللي احنا بدنا نشوفه، اللي هو continuous extension. extension اللي هي ايش زي ما قلنا؟ التوصيل. التوصيل اني اخليه يصبح متصل عند نقطة معينة في قطع، هل بقدر اعمل له اتصال وتوصيل ولا لا؟ نشوف ايش الديفينيشن بيقول لي. بقول اذا كان الاقتران غير معرف عند نقطة، زي هذا الاقتران اللي عندي. زي هذا الاقتران غير معرف عند مثلا اسميها اكس واحد، هذا الاقتران غير معرف عند الاكس واحد، صح؟ لكن نهايته عند الاكس واحد موجوده. على فرض انه هذا واي تساوي اف اوف اكس. الان الليمت سميها هذه كي. ايش نهايه الاقتران لما اكس تقول لاكس واحد؟ كي. النهايه موجوده ولا لا؟ موجوده. لكن الاقتران غير معرف عند الاكس واحد، ما دام غير معرف يبقى مؤكد انه غير متصل. الشرط الاول، صح؟ اول شرط في الشروط الثلاثه، اذا كان غير معرف اذا غير متصل. الان بقول لي عشان اقول للاقتران في له continuous extension او continuity extension، توصيل يجعله متصل، توصيل يعني، لازم يكون غير معرف عند النقطه والنهايه موجوده. تمام؟ فإذا تحقق هذا الكلام، يعني أقول له f of x1 is undefined، أو أقول f of x1 doesn't exist، هذه أو هذه، أي واحدة فيها، هاي شرط. اثنين، limit f of x لما اكس تقول للاكس واحد، اكس واحد عدد يعني زي ما اقول سي او غيره، اذا تحقق هذول الشرطين بقول اف هاز ا كونتينيوس اكستنشن، نيملي يعني بالتحديد هي ما هو التوصيل تبع هذه. بروح بجيب عمليه التجميل اللي قلنا عنها قبل شويه وبنسميه ايش؟ اف كابيتال. ايش هذا الاف كابيتال؟ حيكون الاقتران الاصلي اللي غير معرف عند الاكس واحد والليمت لتكن مثلا ال، عشان الليمت بقول ال عدد، سموه اتش سموه كي سموه اي حاجه. الان بقول ال عندما اكس بتساوي اكس واحد، يصبح هذا الاقتران الجديد متصل. بيشبه مين؟ اللي قلنا عنه
removable discontinuity صح؟ بس هناك في removable discontinuity كان معطيني الاقتران معرف بقاعدتين، واحدة عندما X لا تساوي ورقم لما X تساوي. كانت عندي قيمة النهاية لا تساوي القيمة عند التعريف، فالريموفابوليتي اللي عملناها إحنا إنه غيرنا هذا وحطينا الرقم نفس النهاية. هنا بس معطيني بس القاعدة، وقال لي غير معرف عند النقطة، يعني هذا الشرط الثاني معطيني شيء. نقول له بسيطة، بنجيب قاعدة الاقتران وبنحط النهاية عندما X تساوي، بصير عندي هذا اسمه ال continuous extension للفانكشن الأصلية اللي هي f of x. نشوف الإكزامبل اللي عندنا، نشوف الإكزامبل. وين راحت الغطاي اللي وقعت؟ وراي؟ خلاص شفافة خالص، ممتاز صح. عند المسقط الرأسي للمساحة، هيك قصدك، ايوه مسقط رأسي، اوكي. طيب الآن في عندنا اكزامبل اخير، ايش بقول الاكزامبل؟ show that the function f of x show that the function f of x اللي بتساوي جذر x ناقص 4 على x ناقص 16 ماله has a continuous extension at لا has continuous extension، بعمل له توصيل عقبال ال x بتساوي 16. تمام؟ لازم يحقق الشرطين، الاقتران غير معرف عندها والنهايه موجوده. هيك بدي اقول. اول حاجه من الواضح انه الاقتران غير معرف عند ال 16، لانه ايش بعطيني؟ بالضبط اف ال 16 بتساوي 0 على 0، يبقى undefined. هاي اول شرط. ثاني حاجه بدي اجيب الليمت لاف اوف اكس. لو جبت الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقول ل 16، طبعا نقول احنا اف 16 undefined ليس عددا حقيقيا، صح؟ 0 على 0 كميه غير معينه، افضل لو قلنا undefined. لأن لو قلنا لا تنتمي إلى R يبقى unreal. لا، أفضل نقول كمية غير معينة أو غير موجودة، غير معرف أفضل. أفضل غير معرف نقول is undefined. limit f of x لما x تقول ل 16 تساوي limit لما x تقول ل 16. لهذا الاقتران إيش بنعمل فيه؟ بضرب في المرافق أو بنحلل المقام. أيوه هيك قصدك، مش بنجيب جذر اللي تحت. فاش نجيب جذر اللي تحت؟ بحلل المقام. لفرق بين مربعين، مظبوط هيك. اما ان ربع اللي تحت ما ينفعش، قلنا قبل هيك، قلت لكم قبل هيك، لما يكون عند 2 على 3 ما ينفعش اقول بتساوي 4 على 9، هيك انا لما بدي ربع بربع الطرفين المفروض، ولو ربعت المقام لحاله مصيبه اكبر، صح؟ مين قال انه هذا هيك ما ينفعش؟ ايش قلنا؟ اضرب ضرب تبادل، 2 في 9 و3 في 4 ما ينفعش، يبقى لا يساوي، ما ينفعش. وانا معطيك سؤال زي هيك، لو ربعت المقام يبقى بديت تحل في سؤال ثاني. زي ما اجي اقول لك في امتحان اوجد الناتج ما يلي، معلش لودنا شويه. معنا ثلث ساعة، ما احنا عشان قبل ما يجي. زي ما يقول لي 25 ضرب 9704 مثلا. السؤال زي هيك، طب حل السؤال، اقول لا بدي اقول 7 في 5 بساوي 35 وخلص اسهل لي. انا اعطيتك هذا السؤال وانت استبدلتيه بهيك. هذا تماما لما تيجي تربع المقام لحاله كانك عملت سؤال جديد لحالك، صح؟ عشان تبسطيه وتحليه. فتربيع المقام لحاله او تربيع الكسر كله، تربيع الكسر كله هيعطيني شيء جديد، وبالتالي انت غيرت السؤال، ماشي؟ لكن انا لما اجي اضرب في المرافق بضرب البسط والمقام، فكاني ضارب في واحد، ما غيرتش حاجه، صح؟ يعني أنا لما بضرب في المرافق بدي أقول جذر x ناقص 4 على x ناقص 16 ضرب جذر x زائد 4 على جذر x، ما عملتش حاجة، هذه تروح مع هذه في واحد، يبقى ما غيرتش في السؤال. هان في هذا ايش بعطينا؟ عاد ما نكتبهاش على طول، لازم أكتب الليمت لما x تقول إلى 16 في البسط x
ناقص 16 على اكس ناقص 16 هي جذر اكس زائد 4، صح؟ هذه بقدر اختصرها مع هاد في واحد، فبصير عندي ليميت 1 على جذر اكس زائد 4 لما اكس تقول ل 16 بصير 1 على 4 زائد 4 اللي هي 1 على 8. تمام بالضبط. انا قلت ممكن نعمل هيك ونعمل هيك. انا بدي ابين اني لما بضرب في المرافق ضربت البسط والمقام، يعني كاني ضارب في واحد ما غيرتش. اما اني اتعدى او اشتغل في المقام لحاله او البسط لحاله اربع او اضيف بنفعش. تمام؟ وبالتالي بيطلع لي واحد أتم. الان هو غير معرف عند ال 16 والليمت موجود، اذا it has a continuous extension. ايش اسمها الست هذه بعد عمليات التجميل او التوصيل؟ ايش حيصير اسمها؟ بنقول بعد ما اقول اذا f has a continuous extension، f has a فاصلة أو which is، أقول اللي هي f of x تساوي وأفتح قوسين أجيب قاعدة الاقتران زي ما هي وأقول له لما x، وإيش طلعت الليمت؟ تمن لما x بتساوي 16. هذا الاقتران متصل، صح؟ وهو التوصيل تبع الاقتران الأصلي. تمام هيك؟ طبعا ما ضلش وقت معنا، ندخل في سكشن جديد لعند الهان بنكتفي، والمحاضره الجايه اللي هي بكره ان شاء الله بناخذ سكشن 2.6 كلام بسيط ومر علينا قبل هيك. خلصت.